السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وردنا الآن التحالف يعلن رسميا بيانا عاجلا ويدعو جميع المواطنين في صنعاء إلى إخلاء هذه المناطق فورا. دعا التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم المدنيين في العاصمة اليمنية صنعاء إلى إخلاء المواقع المدنية التي يتم استخدامها عسكريا، وذلك خلال 72 ساعة المقبلة. ووجهت قوات التحالف في بيان لها نداء إلى المدنيين في صنعاء بضرورة إخلاء المواقع التي يتم استخدامها عسكريا، وشدد التحالف على أنه سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيرات، مبررا ذلك بقوله: تعمدت جماعة الحوثي استهداف المطارات المدنية تمادي لا يمكن تغاضيها ويستوجب الردع. وفي وقت سابق أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية أن الدفاعات الجوية للمملكة دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي وسقطت شظايا منها في محيط المطار.